أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم القائل لهذه العبارة: أنا لا أعبد الله خوفا منه ولا رجاء له، ولكن أعبده لأنه سبحانه يستحق العبادة؟ هذه عبارة الصوفية، هم اللي يقولون لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده لأننا نحبه، يعتمدون على المحبة بزعمهم. هذه خلاف طريقة الأنبياء، الأنبياء يعبدون الله خوفا وطمعا مع المحبة، يعبدونه حبا له سبحانه وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. هذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.